بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن المجموعة الثالثة من الشقوق القاعدية. هذه المجموعة تسمى بمجموعة هيدروكسيد الأمونيوم. تترسب هذه المجموعة على صورة هيدروكسيدات. هندرس من هذه المجموعة أملاح الحديد الثنائي أو الحديدوز، الحديد الثلاثي أو الحديديك، أملاح الألمونيوم، أملاح الكروم. فهنبدأ بأول تجربة. نبدأ مع كاشف المجموعة محلول هيدروكسيد الأمونيوم في وجود محلول كلوريد الأمونيوم. فلو خدنا جزء من أملاح الحديد الثنائي مع محلول هيدروكسيد الأمونيوم في وجود كلوريد الأمونيوم زي ما احنا شايفين كده، تكون راسب اخضر من هيدروكسيد الحديدوز. طيب في حالة الحديد الثلاثي او الحديديك، هناخد جزء من المحلول محلول هيدروكسيد الامونيوم محلول كلوريد الأمونيوم. زي ما احنا شايفين كده، تكون راسب بني جيلاتيني من هيدروكسيد الحديديك. طيب في حالة الألمونيوم، مع محلول هيدروكسيد الأمونيوم محلول كلوريد الأمونيوم، تكون راسب أبيض جيلاتيني من هيدروكسيد الألمونيوم. طيب في حالة الكروم، محلول هيدروكسيد الأمونيوم في وجود كلوريد الأمونيوم، زي ما احنا شايفين، تكون راسب أخضر مزرق من هيدروكسيد الكروم. طيب في بعض التجارب التأكيدية أيضا اللي احنا ممكن ندرسها. فلو خدنا مثلا مع محلول هيدروكسيد الصوديوم، هناخد أملاح الحديد الثنائي مع محلول هيدروكسيد الصوديوم. زي ما احنا شايفين كده، تكون راسب أخضر في حالة الحديدوز. طيب في حالة الحديد الثلاثي، مع محلول هيدروكسيد الصوديوم، تكون راسب بني جيلاتيني. طيب لو جينا في حالة الألمونيوم، ناخد جزء من المحلول مع محلول هيدروكسيد الصوديوم، تكون راسب أبيض جيلاتيني. طيب في حالة الكروم، مع محلول هيدروكسيد الصوديوم، تكون راسب أخضر.
في كمان ممكن اننا نعمل تجربة تأكيدية تانية مع محلول فوسفات الصوديوم فلو خدنا أملاح الألمونيوم جزء من أملاح الألمونيوم مع محلول فوسفات الصوديوم تكون راسب أبيض جيلاتيني طيب لو خدنا أملاح الكروم مع محلول فوسفات الصوديوم تكون راسب أخضر من فوسفات الكروم في كمان ممكن مع حديدي سيانيد البوتاسيوم فلو خدنا أملاح الحديد الثنائي مع حديدي سيانيد البوتاسيوم زي ما احنا شايفين كده تكون راسب أزرق غامق من حديدي سيانيد الحديدوز طيب ممكن كمان تجربة تأكيدية مع حديدو سيانيد البوتاسيوم فلو خدنا جزء من أملاح الحديد الثلاثي مع حديدو سيانيد البوتاسيوم زي ما احنا شايفين كده تكون راسب أزرق من حديدو سيانيد الحديديك وبكده نكون انتهينا من دراسة المجموعة الثالثة للشقوق القاعدية.